الآية تقول: ويقول الذين كفروا لست مرسلا. من يقول أنت نبي؟ مو نبي، نعم، يعني لو كان ملبي مطالبهم لا لكان نبي، لكن لأن امتنع عن تلبية مطالبهم فهو ليس بنبي. الآية جاوبت قالت: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. كأن الآية تقولهم إحنا عندنا شهادة، الله عز وجل يشهد للنبي بأنه نبي. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. الآيات كلها اللي إذا مرت بالنبي نعم تبطي صفة الرسالة، كأنه الشهادة نوعين: أكو شهادة لفظية شهد له القرآن بالنبوة، وأكو شهادة عملية. الشهادة العملية شنو هي؟ الشهادة العملية هي ما أظهر الله عز وجل على يد النبي من معجزات، هي هاي الشهادة العملية اللي يدلل بها على صدق الأنبياء. كانوا أكو نوعين: الشهادة اللفظية قد واحد يشكك بها، مثل ما شككوا اجوا للنبي قالوا له هذا القرآن مو من الله، من عندك أنت؟ هذا أنت علمك يا واحد وأنت جبت لنا قرآن ليس من الله، القرآن من عندك. وحتى الآن بعض الغربيين يضرب على هالوتر أن القرآن ليس من الله. جن إذن اشتبقى الشهادة الثانية اللي هي الشهادة العملية، يعني ما أجرى الله عز وجل على يد نبيه من المعجزات التي تكون شاهدا عمليا له على انتمائه إلى السماء وصدق رسالته. We'll be right back.